أن من العقل والحكمة أن يحرص الإنسان على الكتمان عند الخوف، كما لو خاف من عدو أو حاسد ويدخل في ذلك الخوف من العين، فإن من الحكمة والعقل بل وما يقتضيه الدين أن يكتم الإنسان ولا ينشر. قال تعالى في الآيتين 19 و20: وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فهؤلاء الفتية لما خافوا على دينهم وعلى أنفسهم عند استيقاظهم وأرسلوا وكيلهم ليشتري بورقهم وهو الفضة ليشتري لهم أزكى الطعام الذي يجده، قالوا وليتلطف. وليتلطف يعني وليتخفى وليتصرف بخفية حتى لا يطلع عليه الأعداء. فشرع للمؤمن وكان من الحكمة والعقل أن يكتم عند الخوف. وما أحوجنا لفقه هذه القاعدة في هذا الزمان الذي كثر فيه نشر النعم على رؤوس الخلائق من غير فائدة. نجد كثيرا من النساء وكثيرا من الرجال يصور ما في بيته ويصور أولاده ويصور سيارته وينشرها على رؤوس الخلائق، والناس ليسوا على درجة واحدة، بل منهم من هو حساد والحاسد معيان، ومنهم من هو معجب لا يذكر الله عند إعجابه. والإعجاب مع عدم ذكر الله سبب للإصابة بالعين. فكم من شخص جر على نفسه وعلى ذريته وعلى أهله البلاء بسبب عدم الكتمان ونشر مثل هذا بلا فائدة صحيحة يقصدها العقلاء. وقلت مرارا وتكرارا أنه لا يجوز للأب أو الأم أن يصور الابن أو البنت لينشرها على رؤوس الخلائق، لأنه في الحقيقة تقع من هذا مفسدتان أو إحداهما: مفسدة جلب العين، والعين حق، وضررها بالغ، وهذا نعرف من قصصه في الواقع الشيء الكثير. والمفسدة الثانية أنه قد يصور الطفل أو الطفلة في وضع مضحك أو وضع مزري وينشر ليكتسب الإعجابات، ثم يكبر هذا الطفل وهذا التصوير المنشور محفوظ ويؤذيه في قابل أيامه إذا أصبح يدرك، وهذا لا يجوز. والأطفال عندنا أمانة، الواجب على الوالدين فعل الأصلح للأطفال. ولاية الوالدين على الأطفال ليست ولاية تشهي، وإنما ولاية يجب معها فعل الأصلح. وأنا ذكرت مرارا وتكرارا أن من مفردات هذا اختيار الأسماء، فلا ينبغي للأب أو الأم اختيار الاسم لما يرضيه هو، بل ينبغي أن ينظر في صالح الطفل، هل هذا الاسم مناسب له ولا يضره ولا يدخل السخرية عليه ونحو هذا. هذا شيء قادت إليه هذه الفائدة، أعني أن على الوالدين أن يتقوا الله في تصرفاتهم حيال الأطفال، وأن يوقنوا أن الواجب عليهم فعل الأصلح والبعد عن الفساد.